الدرية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية لجميع الإخوان، نهاركم مبروك. فاليوم إن شاء الله غادي نتكلم على واحد التقنية اللي هي كتبقى التقنية الأولى اللي استعملوها يعني الرياس المهنيين اللي يحترفوا الصيد بالقصابة، وكتبقى تقنية يعني مهمة يبداو بها الإخوان يعني المبتدئين اللي يلا باغي يبداو يتعلموا الصيادة خيط قصبة، خصوصا أن بعض الإخوان يعني كيشوفوا إخوان كيصيدوا بالعجينة ديال البيلوطة وكيديروا حصائل، وتا هما كيتحمسوا وكيشريوا معدات ديال الصيد، وتا هما كيبغيو يصيدوا بالعجينة ديال البيلوطة، ولكن ما كتكونش عندهم حصائل وكتجيهم صعيبة، وكيخليو يعني كنقولوا الأساس يعني البداية ديال الصيد اللي هو التقنية ديال الصيد بالفرشية بالسمك ديال السردين، يا كما كنقولوا بالجرفيطة ديال السردين، يا بالهبرة ديال السردين، والرشان عادي بحال يعني الرئيس غادي يصيد التقنية ديال البيلوطة. والتقنية هذه ممكن أن اللي غادي يمارسها يدير حصائل أحسن من ذاك اللي غيصيد بالعجينة ديال البيلوطة، لأنها كتبقى طريقة مهمة، طريقة كتعلم الرئيس يعني ردة الفعل، كيفاش يتعامل مع القصبة، كيفاش يتعامل مع الحوت. إن شاء الله غنوريكم الطريقة ديال التحضير ديال الطعم ديالنا والمونتاج والطريقة ديال الصيد، وكنبقى أنا كنصح بها جميع الإخوان المبتدئين أنهم ما يحرقوش المراحل ويبداو بهاد التقنية هذه، لأن إلا كانت يعني كما كنقولوا الأحوال البحرية مزيانة، ولا كان حتى البحر شوية قاصح، ممكن أنهم يمشيو للسطوحة كما كنقولوا يعني بلاد القصيرة ويصيدوا بها، لأنها كتبقى تقنية مهمة. يا دار قصبة ودار موليني أو جرارة، يا دار غير قصبة يعني ديال 5 مترو ودار فيها خيط في الراس ودار فرشية، وهذه كتبقى تقنية صراحة حتى الوليدات الصغار اللي يلاه والديهم كيبغيوهم يتعلموا الصيادة ويحمسوا مع الصيادة، كتبقى تقنية مهمة وآمنة في نفس الوقت. إن شاء الله تشوفوا معنا المونتاج والطريقة ديال الصيد الإخوان. بالنسبة للمونتاج ديالنا الإخوان كما كتشوفوا هاد المكسبة هنايا تقريبا واحد 6 متر ونص يعني ولا 6 متر، ما كاينش إشكال. فالمونتاج ديالنا الإخوان هو هذا، عندنا الربعين هنا في الموليني، ممكن اللي كيعرف يستعمل الجرارة يديرها، اللي ما كيعرفش يدير موليني. فريشية كما كتشوفوا هاد الفرشية أي واحد ممكن يصاوب هاد الفرشية هادي، يعني الفلين طرف ديال الفلين، ويخدمو شوية بواحد الكيتر ويحكو شي بقاع الحرش واحد السليك يسخنو ويدير تقيبة ويدير واحد العويد ديال الحلوة ديال الوليدات. كما كتشوفو هنا الخواط المتسلسلة، أنا ما أنا عندي في الموليني غير 40، درت 30 دونة ديال 3 غرام، جوج ترقيعات كما كتشوفوها هما 50 سنتيمتر تقريبا 40 في الوحدة، وجوج صنارات ديال 14، ممكن تستعملوا صنارات ديال 15 ديال 16، ما كاينش اشكال. هنا الاخوان دابا غندوزو التحضير ديال الطعم ديالنا ان شاء الله. ها كما كتشوفوا الاخوان السردين ديالنا ها هو هذا، بسم الله. فالطريقه ديال التحضير ديال الطعم هي هذه، عندنا السردين ديالنا هو هذا، غادي نحيدو منو المصارن كما كتشوفوا ما نديرهمش. هنا بالنسبه للاخوان المبتدئين باش الطريقه تجيهم سهله، وغادي نستعملوا الفيلي بهذه الطريقه هذه. هذا غادي نحيدو منه، هذا هو اللي كنقولوا ليه حنا الفلق، هذه الهبره ديال السردين هي هذه، وهذا اللي بقى غنديروه مع الرمله باش نديروه رشان كما كتشوفوا الهبره ديال الجزء الاخر هو هذا. هاد القشرة هادي حتى هي مكاين مشكل نديروها مع الرشان، ناخدو الفيلي ديالنا بهاد الطريقة، أو غادي نبداو خدامين سردينة سردينة. قد ما كان السردين جديدة الإخوان قد ما مزيان كما كتشوفو، طريقة أخرى هادي باش كنحيد الفيلي ديالنا الهبرة، واللي بقى كنخليه في الشلدانة كنديرو مع الرشان من بعد. نفس الطريقة الفيلي ديالنا هو، واللي بقى غادي نديرو رشان. الإخوان ملي نكملو السردين ديالنا غنوريكم الطريقة ديال التحضير ديال الرش والطريقه ديال التطعيم. بالنسبه للرشان ديالنا الاخوان ها هو اللحم ديالنا هو كملناه باش غنديرو الرشان،
بحال الا غادي نصيدوا البيلوطه تماما غير حنا غادي نصيدوا غير بالهبره ديال السلك اللي ها هي وجدناها. والرشان ديالنا هو هذا الاخوان، غنديروا معاه شويه درهم ماشي بزاف ماشي بقى ثقيل، عندنا واحد الحجر هنا وغنخدموا الرشان ديالنا بهذه الطريقه. اللي يقدر يخدموا بيدو بحال هكا يعجنوا بحال اللي غادي يصوب بيلوطه يديرها ما كاين مشكل، او انه تكون واحد الحجره مع الرمل وتخدم الرشان بهذه الطريقه كما كتشوف. كما قلت لكم الاخوان، الا كانت يعني البحر ماشي هائج يعني طايح كما كنقولوا والمنزله مزيانه، فهذه الطريقه هي طريقه ممتازه. الرشان ديالنا هو الاخوان ما هو بحال غادي نصوب بيلوطه، هذا هو الرشان ديالنا. غادي نديرو في الصلة ديالنا، الفرق ديالنا هو هذا. ودابا غادي ننزلو المسجد ان شاء الله نتوكلو على الله. الاخوان الرشان ديالنا ضروري ما نسردو بالماء، كما كنقولو كيولي مراغه باش ها هو اللحم ديالو شي كيفاش غيبقى. هادو هما الطريفات اللي غادي ينزلو بالطريقة هادي، ممكن اننا نجلبو الاسماك باحجام مختلفة وبانواع مختلفة. والمصيد ديالنا الاخوان اللي غنصيدو راه هو هذا كما كتشوفو بالنسبة للمبتدئين، يعني شوف البحر كيفاش داير، البحر زوين وصيد مزيان، يختاروا مكان امن ويصيدوا مع راسهم. والرشان بهذه الطريقة جناب الحجر بهذه الطريقة. الرئيس يشار يسرع دائما للرشان ديالو، والرشان يلوحو غير تكملو بهذه الطريقة. لكن ما قلت لكم ممكن أن الأسماك تكون أحجام مختلفة وأنواع مختلفة بالطريقة ديال التطعام هي هادي. داكشي علاش قلت لكم الإخوان ممكن تستعمل صنارة ديال 15 ديال 16 ديال 14 ماشي مشكل، الطريقة هي هادي. الفرق ديالنا هو هذا. يعني هنا ممكن غير جوج كيلو السردين الرئيس يصيد بها يعني النهار كامل ما كاين حتى مشكل، الطريقة هي هادي. الفرشية ديالنا الإخوان كما كتشوفوا الاخوان، فمن بعد ما عمر الماء كما كتشوفوا ها هو الماء عمر جيد. دابا نعاود نصاوب شويه السرديل باش نجرب في الدوران ديال الماء. الماء بارد ما كاينش البوري ما كاينش شي حوت اخر اللي قاصني يعني قاصني غير هذا النصف هذا وهاد جوج قرافح بالطريقه هذه كما كتشوفوا. هانتوما الفلق ها هو راه باقي في السناره، ولكن قبل ما نبدا نصيد الصباح ملي جيت فتبارك الله هذا الخير هذا نتوما شوفوا تبارك الله اللهم بارك الصباع بوزروق تبارك الله هذاك الشيء معتبر. ان شاء الله الى دار الماء وعاود رجعت نصيد فنوافيكم بالحصيله ان شاء الله الاخوان. الى كانت شي زياده على هذا الكتاب تشوفوا الاخوان ها هو ابو زروق ديالنا صباع الخادم او الصباع ها هو، والبرد ديالها شي هو عمر على الفخر. كتبقى الحصيله الاخوان هي هادي سر القرفوح هذا السردين ديالنا هو باقي عندنا الفلق كما كتشوفوا، يعني ما كيحتاجش هاد الصيده كميه يعني كبيره ديال السردين. فبالنسبه للاخوان المبتدئين واللي باغين يبداو يتعلموا يصيدوا بالعجينه ديال البيلوطه، فكتبقى الصيده ديال الفلاق او الهبره ديال السردين جوج صنارات بالفرشيه يعني طريقه ممتازه باش يتعلموا يعني الابجديات والبدايه ديال الصيد بالعجينه ديال البيلوطه. وراه كتكون حصيله وكتكون متنوعه ملي كتكون الظروف ملائمه. كتبقى المناسبه هي هذه لاننا مازال في فصل الصيف، الظروف البحريه كتكون مناسبه، ف
فكتبقى تقنيه مهمه في هذه الفتره هذه اللي يقدروا يبداو بها الاخوان اللي باغيين يتعلموا الصيد بالعجينه ديال البيلوطه، او باغي يبداو يتعلموا الصيد بخيط وقصبه، لا بالسردين ولا بالطعوم، يعني جميع الطعوم يعني اللي يقدر الانسان يجمعها من البحر. تبارك الله عليكم الاخوان.